سلام. بعد عشان نسوي احمد قاعد عندك هو غنيت ويا اي زين شلون يعني موهبته مكتشفين على العموم رمضان ما شاء الله عليه
كل شيء فيه تحرك رمضان صوته ناعم بس ادوات الضرب ادوات الضرب يلزم الايقاع ايقاع يلزم الايقاع عندنا ايقاع امسك الايقاع عزيزي المشاهد هذه اول حلقه من الديوانيه الرمضانيه في بيت لوذان وارحب بضيوفي من اليمين اخوي الاستاذ الصحفي يوسف شهاب فناننا الكبير الكويتي احمد الصالح استاذ علم الاجتماع الاستاذ الدكتور محمد الحداد واللي اتحفنا بصوته توه وتفاجأت انا مع اني انا اعرفه من سنين طويله المطرب ماجد الشطي ما ندري ايش راح نقدمه الحين المذيع المطرب يبا انتم عزمتونا ودعيتونا حق الى السهره الرمضانيه هذه وبالناس رمضان وطبعا بالمناسبه هذه احنا نقول للاخوه المشاهدين كلهم كل عام وانتم بخير وعسى ان شاء الله يعود عليكم رمضان وانتم بصحه والسلامه هذا 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 رد صار مضيع مراضي 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 يا طارق اي نعم وفوجئنا انا والاخ احمد نعم حقيقه يعني قلتوا لي احمد كلمه وكلمته عشان يقول لي وين قلت له ترى احنا معزومين انا وياك على بيت لوذان هات عودك وياك اي نعم معنا اللاعب المشهور و حارس المرمى الأمين لمنتخب الكويت سابقاً أقول سمير سعيد وفنانتنا الكبيرة مريم الصالح والشاعر سراح شبيب اللي راح يتحفنا الليلة بمجموعة من القصائد ولا ليلة ولا يوم أنا يعني تعطينا فكرة عن كلمة بيت لوذان. اي نعم. ليش سموه بيت لوذان؟ بالنسبة لبيت لوذان او كلمة لوذان هي تاريخيا توثقت مرتين. المرة الاولى في كتاب المؤرخ الكويتي الاستاذ سيف مرزوق الشملان صدر له كتاب عام 59 واسمه من تاريخ الكويت وذكر فيه ان منطقة لوذان هي المنطقة اللي بنى فيها بيتين في هذا الموقع بالذات وهي تقريبا إذا إخواني المشاهدين تخيلون بيت لوذان موقعه وين فيه على شارع الخليج بالسالمية فهي تقريبا من الإشارة اللي فيها القهوة الشعبية إلى مستوصف السالمية هذه المنطقة كانت مثل اللوذ مثل الخور صايرة اللي يدخلون فيها فذكر منطقة لوذان عام 1926 كانت هاي المنطقة اسمها لوذان شاعر الكويت خالد الفرج ذكرها في قصيدة كانت قصيدة عام 46 يقول فيها مصيف لوذان تكفينا بساطته في حين أن مصيف القوم لوزان الله الفرنسية أي. لوزان إنزين أنا ببتدي مع الدكتور محمد الحداد وأسأله عن
المجتمع الكويتي واحنا الان برمضان وبدايات رمضان، شنو صار، شنو تغير في المجتمع الكويتي؟ والاخوان يشاركوني في هذا السؤال، شنو تغير بالنسبه لثقافتنا او بالنسبه لنا احنا كافراد كعادات؟ يعني ما تحس ان كل شيء تغير؟ يعني اولا تغير سنه الحياه في كل مكان، يعني مو بس الكويت، في جميع انحاء المجتمعات الانسانيه. الفرق بين المجتمعات في درجه التغير، في مجتمعات بطيئه في تغيرها، مجتمعات تركض سرعه التغير. احنا لو قسنا، يمكن يذكر بالوليد اللي بيقيس الكويت القديمه والكويت المعاصره، يجد بان حجم التغير سريع جدا جدا. في عاداتنا، في تقاليدنا، حتى في هرجنا، في كلامنا، ما عاد مثل الكلام الاولي. يعني الحين اول تقدر تميز اهل الشرق عن اهل الجبله، تسمع دكان وتكان، شكر وشكر، ملاس وملاس، هذه مناطق، ها هذه إيه؟ شرق وجبله، شرق وجبله، هذا الان ماكو. الحين الكويتيين كلهم الحين الكويتيين كلهم يقولون 40، قبل 40 و40، الحين كلهم 40، كلهم الحين شكر، الشرقيين 40، احنا نقول 40، اهل جبله واهل شرق يقولون شكر. ليش الدكتور محمد شكر اهل شرق؟ وانت رايح ليش الدكتور محمد اخترت الفنان عبد الصالح نذكر اول والحين؟ يما بعد يوسف الشاب. لا عاد يعني هذا ابو التاريخ يوسف. انا لي سؤال عنده لو سمحت. تفضل. اسمحوا لي الاخوان، حقيقه انا معجب جدا بالاستاذ يوسف الشاب بتوثيقه، يكاد يكون موثق، او يمكن يمكن اقول عليه يعني يصل الى مرحله المؤرخ. لان يوسف الشاب انا تابع له من زمان الحقيقه، ويمكن الاخوان المشاهدين واخوان الحضور أن دائما ينشر الصور القديمة، دائما يحط من تاريخ الكويت أو من داخل السور أو شغلة من القبيل. بس أبي يا أخي يوسف، هذه الوثائق أو هذه الصور كيف تحصل عليها؟ من وين؟ يعني هل ممكن عن طرق أصحابها، ناس معينين تروح لهم، أو شلون تسعى لها؟ المشكلة يعني قضية خاصة اللي عندها هواية بهالعملية. نعم. مثل الطير شلون يلالي على الفخ. نعم. اذا حط له قبه كبيره، والله تعبيره قديم عتيق، انت تدونها صوره. اي فانا بشوف الصوره قاعد الالي عليها. نعم. شيم بشيمه بجيمه، بعضهم لا والله جزاهم الله خير يقدمونها، يعني اطبع عليها واردها لهم، بعضهم لا يبيعها. يعني انا شفت صوره في البحرين قال لي ب 100 دينار. ب 100 دينار؟ ب 100 دينار. شو تعبر عنها هذه الصورة؟ في زيارة حق الشيخ سلمان بن خليفة حق الكويت مع الشيخ عبد اليابر. اها. فقال لي هذه ب 100 دينار. قديمة، اي صح. هذه تسوى أكثر من. اي والله تسوى. في جريدة الأهرام أيضا أنا اتصلت فيهم، كنت في القاهرة، قالوا لي والله الصورة احنا نبيعها لك ب 100 دولار. صورة؟ صورة الوحدة ب 100 دولار. اللي هي شو تعبر عنها؟ الشيخ عبد الله السالم كان بالإسكندرية. الخمسينات. اي نعم، اي نعم. وهذه نادرة طبعا الصورة. اي نادرة. فأنا أشتريها. مجلة الهلال. اي نعم. ايضا عندهم صور شريت منهم. لمن؟ هم الشيخ عبد الله السالم. اها. عندهم مجلة. بس تيالي في بعض الكويتيين يعني هوايتهم من زمان. اي هذه هواية. حتى قبل ما يكون في هذا الوعي كانوا يمعون. يمعون ويعني نوع من التوثيق. اي نعم. فتيالي كني قبزرد مرة عندهم صور او مصورين فيلم. يقولون انا ما شفت. اي في اشياء قديمة وحلوة يعني. وفي ناس فعلا تحتفظ. والله افلام وايد راحت. ايه وايد افلام راحت اثناء الاحتلال. اي نعم. اثناء الاحتلال وثائق راحت. بس الحين لما تكلم يوسف واستخدم مصطلح الهلالي. يعني انا لقيت الشاعر سراح انفعل. ايه وايد انفعل. ما سمعته من زمان، ما سمعته. هل معنات هذا ان اللهجه قاعده تختفي؟ هذه نذكرها لما وقت الحبال اول. اي الهلالي على الفخ. هذا من الهلالي هذه راحت الكلمه اندثرت من مره سمعتها منك. وايد كلمات سؤال نفس الشيء حق ايضا طلبه مريم معنا. انا اليوم في محاضرتي اقول حق الطلبه، اقول لهم لغه النساء، او العفو مو لغه النساء، الفاظ بعض النساء اختفت. يعني كثير من الالفاظ الخاصه بالحريم اللي اعتادوا عليها حريم اهل الكويت، يعني جدتي وامي امهاتنا. الان البنات الحاليين في الجامعه والبنات الحاليين في الكويت ما عادوا يستخدمون الالفاظ القديمه مثل سلامه وسلاحه وسلاحه وسلامه. مالك وما شنو هو يعني صارت. لا خلنا الان دكتور اسال لهجه الاولاد. لهجه الاولاد صحيح والله. الشباب والشابات يتحدثون بنفس الالفاظ، يعني ما عاد في فرق.
الفاظ النساء والفاظ الرجال تربوا من بعض تمام من اول. لا الحريم لهم كلام بروحهم لان المجتمع النسائي كان معزول حتى مجتمع الرجال معزول، فبالتالي النساء خلقوا الفاظ خاصه فيهم والرجال لهم الفاظ. عفوا يعني قبل عيب الرجال ايوه توني بتعجى فيها الله يحمد الصالح كلام الحريم يعيبون عليك لا يا بنيه اي تحكون حتى لو يلعبوا وياهم اي نعم حتى لو يلعبوا وياهم. انت انت ابد اللي بقوله تقوله احمد الصالح والله العظيم توني بقول انه فعلا اول لو الولد يتحكي حكي الحريم يقول له استح انت ريال ايش هالحكي يا عادي. نعم صحيح الحين للاسف يعني جزء من التغير اللي صار في حياتي. لا بس خل اقول لك في بعض اللي مو شابات صغار نعم من سني او اصغر شويه قاموا هم شباب راقص روحي نعم. ردوا على الحكي القديم عجيب بعد عمري بعد شبدي اي ابوي انت يعني حتى احنا يعني اول ما كنا نستعمل هالالفاظ هذه الحين ردينا عليه لان فيها يعني حلاوه وانت بعد عمري بس ترى تصدقين غير مقبوله الان ما عرفت مقبوله ايه؟ يعني الحين لما تجي بنيه وتقول حق او امراه مثلا تقول حق رجل بعد عمري وقعها ايه؟ لا وقعها على على المسمع في بعض الاحيان قصدك وقعها وقع الكلمه اي نعم اي مو قلت انا خلطت بين بين القاف والحاء يا دكتور ما قلت حاء مو منك من السمسميه لا خلي حاجيك دكتور للاسف يعني احنا كشعب كويتي نعم يعني على قولتك وقحه وقع الكلمه احنا احنا صايرين وايد ذي ريايلنا وذي وايد يعني ما عندهم حتى حريمنا بعض الحريم نعم. يعني ما عادت ذيك اللي تدلل الريال او الريال يستانس من هالكلام نعم. ما ادري ليش وامي يقول لك لا والله مرتي دفشه والله مرتي ما تقول لي كلام حلو اذا حتى لو تقول لك كلام حلو ما تشجعها انها تستمر معاك بالكلام مريم الحلو. انا بسال هالشغله هذه الحين الحوار اللي توه دار ودي اسال سمير هل سمير يحتاج الصغيرة. هل يحتاج ترجمه تحت نكتبها بالكويتي او بالعربي سمير يعرف ما عليه ولا سمير معتي سمير شباب صغير والله طالمينك معانا احنا الان يعني يقولون احنا جايين على سمير بس تسمحوا لي مخالف احنا مع بعض بس الاخ الشاعر اللي عندنا موجود اي نعم الاخ سراح الحقيقه ما سمعنا منه من الابيات الشعريه والله كلامكم كان اكثر من شيء خاصه استاذ صحفي في كلمة تلالي ومفردات هذه ضاعت منا حاليا نسمع أبوها شيء قلت الزامة وما أدري شنو ترى أنا لاحقة على هالشغلات كنت ألعب لعبة الصبيان قبل أثارش صغيرة صغيرة حي أنا صغيرة تصدق أنا ترى من زمان متمردة على الوضع ألعب مع الصبيان فيطقوني يقول لا تلعبين مع الصبيان من زمان عندي اختلاط يعني ايش بتسمعنا اخوي سراح ما ادري والله لكن ادور الشيء الجديد اللي ما حد سمعه يعني هنا تفضل طيب ليش ما تسمعنا اكثر من واحده يعني الان سمعني واحده من الشيء اللي تغنى من الشعر المغنى اللي صار مشهور ونسمع ونعرف بين الناس خلوا يعني اخواننا المشاهدين يسمعونا من الشاعر نفسه انا اقول لك حق هو غنى نبيل شعيل أغنية من ألحان مشعل عروجي هي فتان القلوب فالحمد لله أخذت مجالها في نجاح الألحان كلام يقول ليه يا فتان القلوب ليه يا فتان ما أحبك وذوب بالعيون اللي ملكني سحرها لجلها أقطع مسافات الدروب واحتمي بهدابها عن هجرها ليه يا فتان ما أحبك وذوب بالعيون اللي ملكني سحرها لجلها أقطع مسافات الدروب واحتمي بهدابها عن هجرها مستحيل الروح عن حبك تتوب والعواذل لا يهمك غدرها لا تصدق عاذل الحب اللعوب دامها روحي شكت لك أمرها مستحيل الروح عن حبك تتوب والعواذل لا يهمك غدرها لا تصدق عاذل الحب اللعوب دامها روحي شكت لك أمرها فاتني يا ليت مفتاح القلوب في يدك وتشوف عينك قدرها كل ما شمسي تدانت للغروب لاح في عينك حبيبي فجرها الله صحيح.
لك فضيلة عجيبة يعني. تفضل. الشاعر يعني عشان يعيش الأجواء هذه يكون هو يعني مثلا واحدة ملوعته أو واحدة يتمناها أو إنه يعني مثل خيال. مثل الممثل الحين، الممثل لما يعيش دور هو عاشه. لا ما مريم بردلك اياها ترى هو بردلك اياها. بس ساعات تصير، خليني اقول لك شغله يعني، ساعات لما المعاناه تطلع اشياء حلوه. صح. انا عمري ما قلت شعر بس تهيألي قلت بيتين كذي. يعني عانيت اي مره؟ عانيت. بس اسمعها لا تستعين. اليوم عندنا ماجد صار مطرب واليوم صارت مريم شاعره. انا اقول لك دكتور كنت في انجلترا. نعم. وبالليل يعني عقب المغرب تدري بالشتاء بسرعه 4:30 ظلمه. صحيح. انا طالعه من كنا نصور باستوديو خاص لان الاستوديو مال الجامعه انحرق على حظي. زين. فاجروا استوديو برا قاعد نصور. انا ساكنه بمنطقه بعيده عن الموقع التصوير. كل 45 دقيقه يجي باص. فتوني ناتقه من الشارع ولا الباص يمشي يركض. وانا وراء اركض اطربق انا وجلطتي الكبرى في افلام وفيها اوراق. المهم راح ضاق خلقي برد موت ولابسه يعني. وقفت في الموقف وراي واحد من جعف كذي من البرد. انا خفت يطمع فيها الجنطه على باله فيها فلوس هي كلها اوراق وشويه افلام وما شنو. المهم صعب علي روحي. عقب سياير الاوتوماتيك بالكويت والكشخه والدنيا باص ورايح عني. قعدت كذي على الرصيف وضاق خلقي ونزلت دمعتي على تحسرت على روحي. فبقعد الحين 45 دقيقة على ماي الباص كان يطرى علي المرحوم الله يرحمه الشاعر محمد الفايز. ما أدري عاد شوفه أنت هو شعر ولا بس. قلت شلون خلي رافقك العود. قلت هل انتظرت الباص مثلي في الليل العصيب؟ يعني هل ركبت القومه مثلي؟ على الناس نفسه. هل انتظرت الباص مثلي في الليل العصيب؟ وهل عضك البرد فاصبحت كعود عراه الخريف؟ الله. اي شلون؟ لا في قبلها شلون؟ وهل عضك البرد؟ عضك البرد؟ عضك؟ هذا تعبير شديد يعني. واقع معاناة هذا. وتنفست إيه؟ وتنفست الهواء ثلجا لأنه كان ضباب والثلج فعلا التنفس يعور رجلك. وهل تنفست الهواء ثلجا وتلحفت الرصيف؟ الله اللي قاعد انا عليه. وهل عضك البرد مثلي فأصبحت كعود عراه الخريف؟ يا إلهي وانت جاهي لا تحرم الدفء للعبد الضعيف. يعني حسيت ان هناك الفقير مو اللي ما عنده ياكل، الفقير اللي ما عنده يتدفى. سبحان الله. لأن برد عرف برد انجلترا يعني شلون برد. عاد يا الباص طار الوحي. بس راحت المعاناة. راحت اي والله. احنا فهمناها معاناة ثانية. كلمة ناتقة شنو هي ناتقة؟ نتق يعني تو قايله مثل قفز يعني. الكلمه هذه ضاعت منا بعد. اي نعم. ما حسيت فيها. عدت انا بروح اشوف معرض صور الاستاذ يوسف الشهاب حاط لنا صور. لكن قبل لا اروح مريم قالت كلمه وايد حلوه. هي تقول حالات كل ساعه وقالت حالات الكويت وحكي الكويت. فعلى سالفه الحالات يقولون سمير سعيد طباخ عجيب غريب. والله سمعت انا درجة الأولى ويقولون لا ومتخصص بسوالف الأول. الله سمير. إيه مع أن صغير شباب. أنا الصراحة شباب مغالة فيهم كنا لاحقين على صغير منا. سمير أنت أكبر. حكونا على الشعر ما قاريها بالكتب بس. لا أنا قارينا مو بس. ما أدري يعني سوالفهم قاعد أطالع عايشة يعني خاف القرون الوسطى يعني يطنزون على الجيل الجديد. قلت يمكن عنا. لا لا يعني هم يعني طبعا اخواني الكبار يعني طبعا وهاي سنه الحياه يعني. وليد سمحوا لي انا اعلامي بس ما طلعت بالتلفزيون مع اعلاميين فطاحل مثل ضيوفي اليوم بالديوانيه. لكن بقطع كلامكم وما ينقطع كلامكم الا بالخير. وباخذ وياي الاستاذ يوسف الشهاب والدكتور محمد الحداد عشان يساعدني على يوسف الشهاب ونشوف معرض الصور. تفضلوا.
في رمضان عام 1353 للهجرة الموافق ديسمبر 1934 للميلاد، تعرضت الكويت لأمطار غزيرة لم يسبق لها مثيل، ويطلق الكويتيون على تلك السنة التي هطلت فيها الأمطار سنة الهدامة، لأنها أدت إلى هدم الكثير من المنازل كما هو واضح في تلك الصورة. في عام 1956 للميلاد هطلت على الكويت أمطار غزيرة غطت الشوارع وأوقفت حركة المرور فيها. عزيزي المشاهد، احنا الآن في معرض للصور الفوتوغرافية، معي طبعا هذه الصور ملك الأخوي الأستاذ يوسف الشهاب، معي الدكتور محمد الحداد، راح نتجول في المعرض ونعلق على الصور. تفضل أخوي يوسف، أول صورة كنا شايف غسال هدوم على البحر. هي هذه رسلمك أول الحريم، طبعا ماكو غسالات مثل اليوم ولاكو صابون، مصابون يأخذون الهدوم يودونهم على البحر، العادة تكون الحرمة وياها عصات كبيرة مضرابة، اي نعم، تطق الهدوم على الصخر ورمل وبعدين تغسلهم في البحر. لحقت عليهم؟ لا ولا كان الدكتور، ولا دكتور دكتور لحقت عليهم. دكتور الله ما لحق عليهم. اذا اقول اذا يوسف ما لحق عليهم. اي نعم انا ما لحقت عليهم. تفضل، انا شايف، انا اشوف ان بالفعل الصور هذه نعم ولا صورة منها مكررة في الواقع الحالي، يعني ما تشوف صورة الآن موجودة في الوقت الحاضر، كل شيء تقريبا اختفى. احنا نتكلم عن تغير، هني مو تغير، هني اختفاء. يعني معظم العناصر اللي نشوفها سواء فيما يتعلق بالحريم والبحر والكنادرة والماء والحمارة والفرجان والبوابات، كل هذه تقريبا راحت. هي فعلا شغلة غريبة ان في اشياء تختفي كثير. يعني خلينا نشوف هذه صورة ساحة الصفات. ها هذه رسمك ساحة الصفات. اي نعم، وإذا تلاحظ هنا الجمارك الأولية. نعم صحيح. الله، كانت القوافل طبعا تجمع هنا كلها، تيب يقط، تيب لبن، يبيعون كلها القوافل تيه هنا كانت تجمع. وذاك اليوم بر تشول، يعني لو حط الحبل وخذ غسايم على كيفك. اي نعم، يعني الحين تفكر له بالغسايم. يعني الحين هذه نفس ساحة الصفات اللي الآن عيالنا عيالنا ما يدرون شلون كان شكلها أول. شلون الحياة يعني، سبحان الله، كانت بساطة. وهذا سوق مفتوح، كانت ساحة. اي نعم، نسمع يعني ساحة، كانت ساحة، ساحة الصفة. تفضل. هذه الله يسلمك طبعا مديرية الأمن العام اللي هي تقوم مقام وزارة الداخلية حاليا. نعم، كانت الداخلية والشرطة تقريبا مع بعض، والشيخ عبد الله الأحمد طالع من عبد الله الأحمد. وهذه السيارة أي سنة هاي تقريبا؟ تقريبا 49 49 49 اي نعم. فشوف شلون يعني الحياة كانت بسيطة. هذه الصورة انا ودي اعلق على المرازيم اللي فوق، هذه ايش منها تعتقد دكتور؟ هذه حق المطر؟ لا يعني ايش مصنوعة منها، حديد ولا خشب؟ لا اعتقد خشب. خشب؟ ها اعتقد خشب، ما ادري والله. ايش رايك انت يوسف؟ مو خشب، ظاهر خشب. يمكن الدكتور لاحق ما عليك. لا والله ما لاحق عليهم. لا بيتنا في خشب غابرة بس ما ادري يعني. هذه المرازيم العالم العالم الخشب. بس انت لحقت على الفرجان دكتور؟ ايش دعوة انت ما لحقت طارق. هذه اي هذه هاي الصورة، هذه صورة معبرة. ما اخذ خلطة غسلها في البحر، غسلها في البحر. طبعا اول دائما ياخذون الغنم حشاكم ويغسلونهم في البحر. نعم صحيح. اللي هي الان تعتبر الثروه الحيوانيه. الحين هي الثروه الحيوانيه. اي نعم، اسمعكم مسؤولين في الثروه الحيوانيه. هذه طبعا صوره حق الساحل، شوف المراكب. هاي نقعه، هاي النقعه. اي نعم، من نقعتها هذه. شوف الظهر بالشرق، هذه لان طالع البيوت كلها على مبينه، يعني مبين نسبه ارتفاع الارض عن البحر. طبعا اول كانت البواخر يعني والمراكب سواء السفن اول الغوص او السفر. نعم، كانت دائما ترتاد الشواطئ الكويتيه، وحتى الكويتيين يعني معروفين بالشغله هذه. ضلل يا شعب، وين الربع؟ وينهم يا خليان عنهم يا ضليل يا شعب. يا ركب البيت لهني. ليش عشان اركض. شو تعملون شايفك انت؟ يلا عجله، يلا الساعه قاعد ببينه. ها
ايش تبي تلعبون الليله؟ انا اقول خطاوي. شنو؟ خطاوي اي والله خطاوي تعبانين على يولي من الحين اللي يسمعكم انتوا اثنينكم يقول كلش. شنو تبي الخطا؟ ما تفتهمون شيء انتوا بالخطا. كم احد عندك يصيح؟ يا طيب اسمع لا ايش حق يعطيني؟ مو هو اللي يبي الخطاوي؟ اي ابوك بالبيت ولحيته بالسكه. شنو؟ عيد 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 شنو عيد؟ ابوك بالبيت ولحيته بالسكه. التيس التيس ابوك الشام والبارود في دينه كلنا حلوة دبق ايدينه طبوا تخيروا طبوا تخيروا طبوا تخيروا حنا بلاد ملك يا غيره والشام والبارود في دينه خلنا نلعب طاري طاري طارية. أي والله قاعد. بس. برام إحنا بلعبين إحنا بلعبين. تعال تعال لنا إحنا بلعبين. تعال باي تعور يا مسرح هلا. تعال. تعال. جيت عند هذي هبلة وهبلة عطتني جلاده هبلة وهبلة طاحت في الملعب هبلة وهبلة يا ويلي من أمي هبلة وهبلة دوروا خواتي هبلة وهبلة دوروا خواتي هبلة وهبلة دوروا خواتي هبلة وهبلة جيت عند هذي هبلة وهبلة أخوي ربيع سالم وعنده تاوتين وتاوى عليها خبز رقاق مع بيض هذا يمكن زقرت شوية دكتور إيش رأيك خبز الرقاق؟ خبز الرقاق هذا شيء أساسي في حياتنا أعتقد كذي بس إن هذه غير التاوى ربيع نعم تاوتكم هذه غير معنى خاطر التاوى هذه دبة فيها إيه إيه هذه قبل هذه قبل غير حديد شلون؟ اي هذا قبل مال باب شو اسمه حديد مال عادي. اي والحين؟ الحين هذا المونيا. هذا المونيا؟ المونيا بس هي. الطعم يختلف ولا؟ عطنا شويه خبيزه خلينا نشوف. بلى يختلف الطعم. ها. هو. تبي ترى زين والله يرد. ترى ترى ذوقه اخوي يوسف. عيد تغير شوي. انت خابر يعني الخبز الارقام. لا شكر. اهم. هذا خبز مطور يسمونه اي هذا حين على البيض وشكر وهيل وزعفران خبز مطور يحطونه مخلوط مع بعض مع التشريب برمضان لانه شيء اساسي في اكيد برمضان تشريبه وبعدين الحين صار في بعد مكاين 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 خبز رقاق بس اظنتي خبز التاوى اطعم 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 صح مو كذي لا بس التاوى حلال تاكلها وانت يم التاوى حارب حار اي والله حارب حار اي حارب حار اي والله اي نعم عشت هذيك الايام اخي اول هذه قبقه اليوم دكتور قبقه ثقيله هذه الظاهر ما راح تسحب الظاهر كذي هنا اول امهاتنا اذا قعدوا على التاوه عش سعب كرب وبعدين اذا خلصت كلش يبقى عندها طحين عين شويه بيت نقول لها يمه سوي لنا حنوه 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 عاد سوي صغيره اي لا تعطينا اياها تبي نفكر منها عاد تبينا نوخر عن التاوي ايش قصدك تشتغل بالرقاق؟ والله من سنين يعني اشتغل سنين 10 15 شكلك محترف لا والله اكثر اكثر دقيقه كم واحده تسوي؟ انا قبل ها؟ او في العشر دقائق كم او بالساعه في العشر دقائق تسوي؟ والله الشغل مهم وفي يعني ما شو اسوي لي في الساعة يعني تقريبا 50 ساعة؟ اي 50 قرص اذا ماشي اي الشغلة يعني حروة القرص بالدقيقة اي واحد مثل شوية ياخذ اي واحد مثل شوية يعني سريع ونشيط يعني سادة ما في بيض ولا في ما في بيض اي اي دقيقة ايوه ربيع تشتغل على تاوتين لا
اشتغل على ثلاث خمس نوع. قبل والله اشتغل على خمس. على خمس؟ قبل ايه؟ قبل كنا بالخمسينات اشتغل على خمس. خمسينات يا ربيع، وين خمسينات؟ بالخمسينات بالستينات. سوى رقاق بالخمسينات. ايه قبل بالنقرة البيت العثمان. ايه. وبالجابري الجابرية مني. بمرقاب؟ ايه لا وبعدين مرقاب. ايه. مرقاب هذا في 80 75 70. ربيع ما تذكر صار لك موقف كذي حركتك التاوة شيء؟ والله حرقتني التاوة وانا في مرقاب. اكيد وايد يعني. وانا في مرقاب وعلي زحام وجاي والله. ايش تذكر؟ اي سالفة؟ وجايني حريم واقفين على تراسي ويا الله وانا قفت اشيل. زين؟ ايه. يا والله تقول والله انك هذا ما تحرق التاوة سريع. حرقتك ها؟ راحت هذه مني. لا والله. ما ثلاث ايام الا هي. سبحان الله. لا برات ولا غير برات ما يابهم شيء. اي والله. اي والله. وتعطلت شهر رمضان تقريبا 15 يوم. مالك وقف ها؟ ابد. زين ربيع الحين طلعت هالمكاين اللي تسوي خبز رقاق ما اثر على شغلكم في رمضان؟ هذا الان مكاين طال عمرك والله ذكرتني فيهم. كان يجيونا هذول ها؟ شركات ما شنو ها؟ ويجي يصورونا ياخذوا منا صوره وانا والله هذه الصوره يعني خايف يوم يصورهم يصورون يجي يصوروا لا انا زعلان اقول لا صورهم ممنوع ليش قال لا على اساس علامه تجاريه اي علامه تجاريه اي قبل لا يصير كائن اي والله ما شاء الله والله شفت شلون وبعدين يجون يا جماعه من فرنس فرنسيين انت يا ربيع جابهم عزمنا الروبان تكلمت معاهم فرنسي جابنا الروبان جابهم اي اي وماكو ويصوروا والله ما شهر قلت لها ما ذي فيها يقول فيها شيء ما خمسة ايام اسبوع كذي الا قالوا مكاين خمسة ايام دفة ها؟ قاموا يبيعون يعني على هالبير 7000 صاير كنا دفة يبعد ربيع مشكور ما قصرت بعد نار هذا عسى ان شاء الله يعود علينا رمضان وياك سهلة هذه العام انتم طيبين بالصحة والسلامة احنا اليوم الحين شفنا معرض الاخ يوسف الشهاب وليد انا بسالك عن رمضان الحين جاينا بالشتاء انا خابر لحقت عليه بالصيف بس ما لحقت عليه الشتويه اللي قبلها شلون الفرق ما الاول والحين يعني اول على البساطه وعلى قله الامكانيات والمصادر شو الفرق سألني يعني أنا عن عمري شنو يعني في كبرك يا مولي في كبرك يعني يعني أنا رمضان اللي أفطم فيه قيض كان أيام القيض قبل العالم كله يطلعون من يصلي الفجر كل راح يترزق على راح الشغلة هذا متورخ بعد ما اول ما دخلنا المسرح والله شكلك صغير اي هذا بس انا افتكرتك فوق الاربعينات يعني بابا حلو قبل ويعني رمضان القيض الناس يعني دائما كله يا في المسجد وقت الظهر يعني فتره الضعيفه نعم علي حق البرد يعني يديش يتسبح بهالقرو وبل وزاره ويا وحط راسه ونام ليه ما الاذان الله اي بعدين ما في يعني هذاك هذيك المشاوير الاولي اللي الحين موجوده ماكو دروب يعني اي لا لا ما في لا 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 البيوت يم بعض يعني تلقى الكل والحاجه موجوده يعني ايش على هالتشريبه وعلى هالمرقه والعيش كانك وعيش هريسه محلبيه القيمات صب القفشه هذه الاكلات اللي هذه لا 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 انا لا لا صب القفشه انا بقول شغله
يعني وبعدين احنا قبل انا صغير معصوم. متى صمت؟ ولي يقول معصوم. صمت بالخمسينات. عمرك 50؟ لا لا يعني لا من 56 سنة 56. يعني حلوة عمرك 12 سنة. اي قبل لا فطرنا ايش ناكل؟ ياكل شيء باجي من السحور معلق بالملالة. يا الظهر ما يشكل الملالة ثلاجة يعني لا ما تلحين ثلاجة تلحين لا بس في صورة أحب أن أعطيها لحد عليها أو آخر شيء يعني كان رمضان لطعم العصر إحنا كأطفال أنت يما بالفريج صبيان وبنات اللي منطقتنا يعني كل واحد كان 7-8 سنين ونجمع قواطي مالوت الطماط مالوت الأناناس ماشي نحطهم على بعض كذي ونمسك لنا حيرة مع الواردة على قولتهم مع المدفع ونطقهم ويطيحون ليش قبل شو اسمه لا بعد اصبر احمد احمد يا ريت انا رسامة وارسم ذيك الصورة اللي للحين طابعة بذهني صورة الصبيان والريايل والحريم والبنات اللي يروحون يشترون ثلج بدينهم مطاطير ما كنت الثلج لا مو من ما كنت الثلج بالفريج بالفريج ما كنت الثلج بالفريج اي 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 لا 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 حرام عليك لا فوق الخمسينات لا اواخر الاربعينات حتى لا فوق الخمسينات لا 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 فوق الخمسينات يعني مطاره بدينهم وثلج يقصر الثلج ويحط بهالمطاره واكو بيوت عندهم مع احترامي لكم وللمشاهد عندهم بقر يبيعون لبن نشتري منهم اللبن يعني نروح إيه؟ كل واحد بيدينا ما يعني طازج إيه 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 يا قرشة يا متكة يا مدري شنهو متكة عتيد شنو متكة شي يسمونها المتكة ما أدري شي يسمونها بستوك إيه بستوك إيدام من الطبيخ إيدام من الطبيخ إيدام من الطبيخ إيدام من الطبيخ اللي بهدها دروب 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 دفلو دروب دفلو دروب 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 فاطمة غلط اسمها طاروف 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 كل طا طا كل طا كل طا لا انت لا تقول اسمع انت لا تخبطني كل طا 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 لسانك بلا هذا كل طا طا متى متى طا طا اي طا طا صح طا اي طا 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 يلا طا روف طا روف طا روف مع بعض مع بعض طا روف طا روف اي اللي بعدها اللي بعدها الله يسلمك جريجوري يا سلام يعني عارفها ها؟ غلط 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 اسمها قرقور مو غريغوري قرقور قرقور غريغور اسمها قرقور قراق قرقور هذا حنا قبل في الشيوخ الطوب على السيف بلى فقبل لا يثور يحشونه من هالأكياس ذي القراطيس ويا البارود ويدتشونه كذي لا لا صار وقت الأذان ثار الطوب ارمي وثور وين يثور بحر يعني احنا نشوف انت لا وفي صور انقرضت لا ثار الطوب رحنا العيال وهم شايلين صينية أو صحن مودينا للجيران يعني صينية كذي فيها 3-4 صحون مدورة هذه المعدن فيها ثلاث إيه بوادي مثلا فيها هريس يوزعون على البيوت لأن البيوت قبل الفطور قبل الفطور كذي بنص ساعة ساعة ربع تشوف الفريج حركة حركة غير عادية المرأة اللي شايلة طويسة واللي حاطة تحت عباتها والياهل اللي شايلة صحن هريس هذا مال أيوب حسين ما نشوف هالسوالف سمير ايش رأيك؟ ما شفت هالسوالف؟
لا موت زين علمنا انت شلون من الكره الى الطباخ علمنا شنو الهوايه اللي خلتك يعني تحبب العاده اللي يدرسون برا اللي جبت حق نفسك اللي يدرسون برا يضطرون انهم يطبخون ياخذون وصفات من امهاتهم وهذا يطبخ انا بس عندي سؤال ايه يقول احنا اول نتفطر ما ادري نتسحر خبز وماي وشكر لا 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 احنا حنا الفطار صبيان لا ما لحقنا لا احمد بعد عباية ما تودون صوالي حق الايران لا ماي وشكر لا لا هذا الغداء عبالي بعد تودون لا لا انا خابره الخبزه خبزه يحطون فيها شكر ودهن لا والله ماي وشكر عدل ولا لا سمير صايدكم عارف ينحاش تسألونه لا لا اي صج علمنا اي صج علمنا الحين سالفه الطبخ الطبخ انا يعني شغلتي يعني مو بديت كتجاره يعني كنوع من مو هوايه يعني كعمل لما كنت اسافر مع المنتخب قبل كنا نسافر نروح مثلا ديار اوروبيه فكنت انزل المطبخ عادل. انزل هم ينامون الظهر انا ما احب النوم الظهر فانزل كنت المطبخ صار عندي مشاريع تجارية هنا بالكويت فحبيت الشغلة فقمت أسافر أطلع برا أروح أدرسها برا أدرس برا أدرسها بالكويت في مراسلات عندي في الأكل والطبخ حبيت الهواية هذه يعني مو الوالدة اللي تعطيك الوصفات والشغلات من هالنوع لا الوالدة شو اسمه مثل ما قالوا المنيو مال الإخوان ما أعرف يري شو ما يري منيو الإخوان اللي مساء أنا مساء ويا سمير قاعد تصفح مجلات مال الطباخ هذه السالفة صحيحة يعني فأنا حتى لما أسافر برا اقعد اشتري كتب واقعد اطلع عليها الكويتي ها يعني نعم؟ الاكل الاوروبي ها ولا الاكل الحلويات. انا لو ابي اكل كويتي الحين ما حد يجيني لان يعني شوف الذوق الكويتي يعني الان تغير يعني مو مثل اول يعني الحين مثلا اكل هذا الزلابيه والباميه لها مواسم زلابيه الباميه الزلابيه والباميه بلح الشام اي بلح الشام هذا الشام لا لا باميه لا لا بلح الشام هذا من انواع الحلويات موسم رمضان يعني الناس بس برمضان تتذكرها يعني لو تعطي حق واحد يعني تخيل بالصيف تعطي حق واحد زلابيه ايش يصير فيه هذا والله مع القهوه يعطونها الزلابيه الصغيره يعني يصففونها مبلها الحين اي فصارت يعني هذه الاكلات موسم الان الذوق الكويتي صار يعني اوروبي اكثر منه يعني احنا اقدر اقول اللي فيه سكر واللي فيه فصار عندنا الذوق الكويتي الان يعني مقارب للذوق الاوروبي فاست فود الوجبات الفاست فود اي نعم انا لا انا ما اتكلم عن الفاست فود اتكلم انا مجالي اتكلم في كل ما هو مسمن الحلويات يعني كوليسترول ما هو مسمن فصار الذوق الكويتي يعني الان راقي الصراحه يعني اقدر اقول انه ذوق يخلط بين الاوروبي والكويتي يعني الشرقي اي نعم احنا متفوقين على اقول الصراحه يعني على الدول العربيه احنا نعتبر في درجه متقدمه جدا في الاكل يعني على طاري هذا الكلام من حوالي اسبوع حطوا في اعتقد صوت امريكا برنامج عن الدايابيتس عن السكر وقالوا ان المجتمعات المتخلفه ومجتمعات العالم الثالث يكثر فيها او تكثر فيها امراض السكر وراح تزداد فيها لنظام سوء التغذيه مو قصد في سوء التغذيه ان الغذاء فقير لا لان بعض او الطريقه اللي نتبعها في تناولنا للغذاء غير الصحيه وانواع الغذاء عدم ممارسه الرياضه احنا طبعاً قاعدين حلو حلوه ورهش وكيف بس لو تحلي وتلعب رياضه احنا المشكله الحين يعني اعطيك مثال احنا لو تشوف الماض قاعد يبيعنا حلاوه لا لا بس اتكلم لك احنا اعطيك مثال عن المباريات مثلا المباريات اعطيك الجمهور عندنا لما يحضر المباراه يبي يصفط يم الباب صحيح يعني لو تقول في احنا لما نروح مثلا مباريات مثلا في انجلترا نروح ويمبلي مثلا نعم نصفط حوالي مشي 6 7 كيلوات بعيد يعني على الملعب ونروح وفرحانين ان الاندر جراوند قطنا قريبه من الملعب 6 7 كيلوات مشي حوالي يمكن نص ساعه او اكثر نعم احنا هنا بالكويت نبي السياره تصفط ابد يم الملعب يم المسجد يم المحل يم الجمعيه نشوف مكان حق المعوقين شوف الناس صافطه ليش لان يا اخوي سمير قبل على ايام ملعب الجديد وملعب ملعب الحصن ها قبل ما عندنا سيارات الجمهور كله اي من اقصى الشرق ومن اقصى الجبله مشي ومن المرقاب يوم مشي طويل حصن قدام
قاسم معدوم بيطلع على جري موجود قدام عبد النبي عبد النبي جول 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 في الدقيقة 26 في الدقيقة 25 هذا العزيز كان قاسم يعقوب يشوتها على عبد النبي حافظ اللي بيحاول يلمها ما يقدر يلمها عبد النبي حافظ بيحط الجول الرابع بيحط الجول الرابع وبصير 4-2 4-2 في الدقيقة 26 العربي جوادي باصيها إلى يعقوب عبد الله كرة مع يعقوب عبد الله بيلعبها إلى علي فرج علي فرج بيشوت ما بيصلح نفسه بيحاول يمر بيلعبها ناحية اليمين إلى إسحاق مرتضى صار كرة ما عرف يصلحها في عرض ملعب إنما توصل إذا يحط الجول جول 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 كرة حلوة ملعوبة من إسحاق من إسحاق إلى علي فرج علي فرج يمين ناحية اليمين بتأخر من الحارة من العصفور ناحية اليمين وبيحطها علي فرج محرز الهدف الثالث. أنا بعطيكم استراحة صغيرة باخذ مريم وبنروح نزور راعية الباجلة والنخي وراعي الحلوة والرهش فمريم تفضلي وياي. هي هي هذه السوالف اللي تصنع باليد عجيب ها هي هو الحوش شرح الحوش اي هذا لجبس الظاهر جبس اي جبس وفيهم زجاج ملون يعني ما تنكسر ما تنكسر لا هني بروح اسال السلام عليكم الله بالخير ام جاسم مبارك عليك الشهر ايش عندك والله الباجله والنخي زين وشلون الباجله والنخي هالايام شلون البيع فيه زين والله يعني زين زين ايه؟ زين ذوقينا تفضلي خلنا ذوق جاسم اختلف الطباخ عن الاول والله الطباخ نفس الطباخ اي بس حرف يعني اول على تيالي على حطب وما حطب اي الحين على الغاز اي اي السالفه الشنان اللي يحطونه بالباجله أيه. والله عشان يسكن ينضى يصير مستوي ويقولون بعد يسحب شيء زفره ولا شيء ما ادري والله انت لا تحبين الباجله ولا النخي هذا لا النخي بس عجيب خوش انت نخي انت لا انت ذوق النخي انا بذوق الباجله ما شاء الله طالع كل حبه شكلها عجيب ما شاء الله اي خوش نخي إيه. وشلون البيع فيه زين ان شاء الله والله ماشي هو زين جاسم بس اول يمكننا في يعني الكويت اول قديم اي لا يعني العشاء باجله ونخي ايه والريوق هذا الريوق باجله ونخي اساس يشبع يعني ايوه خبز ايراني صادق ايه الحين لا قفشه بعد قفشه بالباجله ايه الحين تغير الوضع ها ها صدق هذه ما يبي قفشه ايه ده هاي الاول ناكله كذي مو كذي بس النخي زين تقولين الاقبال عليه زين هالايام ها ايه زين الشنان عشان يطري يطري الباجله وانت نقعونها فيه نقعونها فيه يعني من الليل لا اسم الشنان هو نفس الاسم لا يعني ما له اسم بالبهارات بال لا لا هو اسمه شنان هو اسمه شنان ينقعون الباجله في الشنان صادق يعني عندنا بالكويت اسمه شنان اي شنان ما ندري عاد بالاخواننا العرب شو يسمونه اكيد له اسم اكيد له اسم ولا استعمال زين لا استعمال غير الشنان غير حق الباجله والنخي والله ما على حسب علمك على حسب اي ما ادري حتى انا ما ادري زين هو بلشت اكثر الباجله والنخي اي طبعا لشتا اكثر الباجله والنخي تدفي كل شيء عشان اساس يدفي ويشرب حتى برمضان انت برمضان اكثر بعد اي حق الغبقات حق الغبقات احسنتي اي سهل اول بدل ما يقعد الواحد يتعب ويسوي بالبيت ايوه موجود وما شاء الله له حصل كذي في الجمعيات مو مثل اول مطبخ في البيت صحيح جمعيات وزين بعد يقمسون فيه خبز و... اي باجله وخبز بعد خبز ايراني مع الباجله اي شغل عدل ها ذكرتني بشغله اي خبز الكليتشه اول اي والمسمسم ذكرتني بشغله بعد ترى إيه؟ ماي النخي على حسب علمي زين للصدر للصدر للصوت اللي راح اي عشان تجي زين لشتى لما بح صوتك صرخت على احد ولا غنيت تعال البرد حاسس البرد صح صح حتى الصوت حتى احنا يعني كممثلين ساعات بالبروفا نتعب يروح الصوت يقولوا لنا شربوا ماي نخي زين حق الصدر عجيب والله شغله زينه هذه يعني الاكل ودوه بنفس الوقت اي اكل ودوه اي نعم لا زين والله عجيب يعطيك العافيه مشكوره ما قصرتي اكرمك الله حياكم الله وان شاء الله تعودينا كل سنه عسى عليكم عسى عايده وهني اخونا ابراهيم الحلواتشي ابو الخير الله بخيرك مريم شلونك يا هلا شطار كلام الخير كيف الصحه شلونك كيف الصحه لا هذا كيك فنجان
تقريبا نفس الخنفروش. اي اي هذا الرهش ورهش كاكاو جديد. اي هذا الرهش اللي متطور هالايام. اي متطور. اي نعم. الغريبه بس ماكو على الرهش ذاك الاولي على دبس. وهذا على دبس. هذا على دبس بعد. اي على دبس هذا. بس شو خلفونه بالكاكاو؟ هذا تقريبا نقصص الرهش. اي وبعدين طبعا نذوب يعني بقالب معين. اي قالب معين مقصصه. اي ونحط فيها الكاكاو وبعدين نقصصه اربع اربع هذول. انا بسال مريم عن الصواني. إيه؟ مالت الرهش. إيه؟ قبل. إيه؟ قبل يحطون تحتها شبوب. اي إيه؟ لا هذا الحلوى الحين. اه اما الرهش ما يحطون عليها. يعني الحين تغير شكلها نهائيا عن السنين الاوليه. مدام احنا الحين برمضان شي يقدمون. للعلم بقول معلومه صغيره. أيوة. ما حد يعرفها لاول مره بتحكي عنها. تفضل. يعرفونها عيال فريجنا. اي نعم. انا ابوي كان عنده مصنع حق الحلوى، مصنع بالبيت صغير. اي نعم. هاي خربت علينا. لا اصبر خليني اقول لك. واحد من عمان. اي اول العمانيين يجون يشتغلون. اي نعم. اي نعم. هو اللي علمهم. اي نعم. واذكر علي الجدر كبير. اي نعم. كذي ويحطون فيه شكر وملاس طويل كذي. زين. بس امي الله يرحمهم ما تروح صينيه الدكان اللي هي مقرومه. لا هاي الحريم كلهم طايحين عندنا على الحلوى ورهاش. اول وين من يحصله؟ اول بالكشتات عدل ولا لا؟ اي نعم. اي نعم. هذه على كلامك طبعا مثل الفريج الاشياء هذه. فريج عبد الرزاق ولا شيء هذه. الصوان الرهش او الحلوى لما تطلع وتروح السوق طبعا يشيلها واحد ما في سيارات ولا درجة. اي صح صح. على ما يوصلها هناك الا نصها طايب. صح. كل واحد طبعا هذا شيء مثل فريج وهذا عاداته ولا شيء هذا. وللعلم يعني يختلف السنين ذيك عن الحين. اول بالمناسبه الحلوى مثل ما قلتي. إيه؟ الحلوى الخليجيه غير حلوتنا. اي زين. من ناحيه شنو هذيك وانت الحلوى الخليجيه تاكلين وهي حاره. اي من تبرد يمكن يختلف. ايه الاشياء هذه. ايه حلوتنا بالعكس. ايه لما تبرد تقدرين تقطعينها تقدرين الاشياء هذه تاكلينها. لا تفننها وقاموا يحطون فيها شغلات. ايه الحين يعني تقدم كذي ها؟ ايه هذه تقريبا الموديل الحين. اه اما الحلوى العاديه بطاسه يحطونها. بطاسه ايه حق الكشتات انا لاحقه عليها. ايه نعم. كشتات ويلفونها بخبز. اي اول ترى مو كل ياكل حلوى ورهش. وين اللي يحصل لها؟ اللي يحصل لها الاشياء هذه. يعني مثل الحين ما ياكلون عيالنا بس تشبع ها؟ لان بالشتاء تدفي يقولون وتشبع. تدفي لانها فيها شكر تعطي طاقه. عدل. مريم بالنسبه لموسمنا الحين موسمنا طبعا متى موسمنا؟ موسمنا بالشتاء. بالصيف ما حد ياكل حلويات. صاج. ياكلون ولكن على الخفيف واشياء ثانيه. بس بالشتاء اللي هو الاساسي الرهش. الرهشه. الرهشه بالكويت مشهوره فيها بالخليج كله. صاج لا يعلى عليها. إيه حتى إيه حتى اللي رحنا الخليج بلا مقطع كلامك. فضل. اللي رحنا مكان. إيه اودي لهم انا حتى اهل البحرين. إيه اودي لهم رهشه. إيه وهم إيه اهل البحرين يبون لنا حلوه. اي إيه صاج. واحنا الرهش الخليج كله بما إيه فيهم البحرين. إيه ولا شيء. صاج صاج. وثانيا متى الرهش؟ الرهش متى يمشي؟ كل من يزيد البرد. إيه كل من يعن عليه. زين الشيء هذا. والدرابيل قبل يبونه من فعل شيء تهيئ لي. إيه انا عتيجه وايد. شوف الدرابيل الحين لو بتلاحظين. إيه انواع. اي صاج. طبعا هذه درابيل البيت الحديد. اي مثل اول بطبق وكذا ولا شيء. اي اي درابيل ثانيا هذا عادي. إيه درابيل على هذا الحين مال البيوت. هذا مال البيوت طبعا مو بالبيوت. إيه احنا بالمصنع اللي نسويه. اي اي يعني مثله مثل احنا مثل شغل إيه البيوت. اي زين. إيه ف مو مكاين يعني. إيه مو مكاين. إيه هاند ميد. إيه نعم. وثانية بالنسبة لدرابيل، درابيل زعفران، درابيل بيت، درابيل عادي. وهذه قريبة. وهذه قريبة. بس القريبة أول كانت شبيهة. قوة العودة. أيوة. الحين إيه الحين خاصة الكويتيين كل ما نصغرين لهم كل ما يشتهون الأشياء هذه. أما تحطينها قبل. هم صغيرة. صغيرة. الحريم الكويت قبل يوم احنا صغار. اي نعم. الفريج والسكيك اول. اي نعم. يبيعونها يعني هم يسوون طبق وكذا. بس كان طعمها عجيب هذيك. هذيك على هذه على دبس. هذيك على احتمال على شكر. اي اي. زين تلقينها يابسه تلقينها حلوه والاشياء هذه. طبعا الحين مثل ما قلت لك في الحاله هذه طبعا اختلف. حق تقديم القهوه. اي قوات الله. الحين مثل ما قلت الغريبه. الغريبه عوده. الحين من ياكل وحده؟ صاج. يمكن ياكل منها شويه وقطها. كوليسترول. فاحنا كل ما نزقر نزقر ونسوي لها على نوع ديكور. زادت الحلويات وزاد السكر. زاد السكر. اي بس ما اخلي اشوفه الحين. مثل الحين لو اقدم لك هذه الرهشه. هذه رهشه. تقدرين تاكلينها لانها صغيره. صح. اي الحلوى على قولتهم. اي نعم. اما اذا قطع عوده هذه حلوه. اي اختي مريم حطي بالك عاد لا تكثريني احنا برمضان الحين. وشيره.
لذيذة وايد. اي هذه مبين فيها هيل، حاطين فيها هيل بعد، تحطون فيها هيل. هيل وحبة حلوة والاشياء هذه. حبة حلوة بالرهش؟ إيه؟ أول مرة أدري. اي لا إيه؟ نشكر أستاذنا وأخونا إبراهيم الحلواشي. سعيد أكبر ومشكور. كل سنة وأنت طيب. وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله، وكل سنة وأنت طيب. عسى الله إن شاء الله يعود عليك رمضان. جميعا إن شاء الله. الله يسعدك. بارك الله فيك. يا هلا ومرحبا. الحلوة والرهش ومع فنانتنا الكبيرة مريم الصالح، مرينا على راح الحلوة والرهش والحلوة والباجلة والنخي وعجبك، وصينا شوية بوادي حق الجماعة. وين ما شفنا شيء شرحت يا خاشين وخاشين احنا قالوا خاشين لك غب غبقة قاعد ولا تبي قبيبة ايش رايك؟ لا يقول لك مستوى بيعطونا اياه. احنا بنسمع اليوم مطربنا والله ما سمعنا مطرب الليلة يبي يسمعنا شيء كويتي، والأستاذ ماجد الشطي راح نسمع منه والله نشوف شيء كويتي. الأستاذ أحمد طبعا ويانا معوض ولا العازم الأستاذ أحمد خلنا وياه نسمع من الأخ ماجد التعليق على العود. رمضان كريم. Yeah.
أنا اللي أقوم وياك حق معرض الخط العربي. تفضل. وبعد بالمناسبة لا خلصنا من الخط العربي من المعرض نمرنا كلنا باجي لنا أخي ما نبي تجيبوا لنا. ترى بارك الله فيك. أكيد. تفضل نفسك. أستاذ أحمد الصالح الفنان الكويتي الكبير بعرفك على الفنان علي البداح. السلام عليكم. يا هلا يعطيك العافيه. هلا بيك. الفنان علي البداح هو فنان في الخط العربي والزخرفه الاسلاميه. اخوي علي نقول لك مبارك عليك الشهر وبخلي فناننا الكبير احمد الصالح يدردش وياك عن الخط العربي والزخرفه الاسلاميه. اخوي علي انا يعني بدايه بالنسبه لسؤالي او شيء اللي يعني بحب استفسر عنه هو بالفعل اللوحه تعطي شكل جمالي والمشاهد لها يستمتع فيها وفي تصميمها من الحروف، لكن يمكن تكون تصعب على المشاهد لها قراءة الحروف هذه، يعني ما في وسيلة بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة اللوحة هذه يعني سهولة قراءتها. طبعا انت تتكلم عن بعض الخطوط اللي تكون مثلا مكتوب فيها ايات او عبارات متداخله متراكبه، خاصه نلاقيها هذه في خط الثلث وخط الجلي ديواني والجلي الثلث. هذه طبعا من الاشياء اللي حصلت في ايام تطور الخط وازدهاره، خاصه في ايام الدوله العثمانيه. لما بدا الفن الخط هذا يصل الى القمه، بدا الخطاطين يبدعون في الاشكال، فبداوا يعملون هذه التراكيب في اللوحه لإظهار مقدرة في قضية شلون هو ممكن يداخل هذه الحروف مع بعض ويعطي شكل جمالي، إضافة إلى محافظته على الأسس. طبعاً الأسس اللي دائماً لازم يحافظ عليها الخطاط أو الفنان واللي تظهر براعته اللي هي محافظته على الكتلة والفراغ بحيث ما تكون الكتابة مرصوصة في أماكن وفراغات في أماكن، إضافة إلى موضوع تسلسل القراءة. مثلاً يعني لو خذينا هذا السطر اللي أنا مثلاً كاتبه بالجلي ديواني، مثلاً هو آية من آيات، لكن على اساس اني اكتبها بطريقه بحيث تعطي سطر متراكب سويتها بطريقه، لكن ما خليت في قضيه الترتيب، تقدر تقراها من اليمين الى اليسار، الترتيب محافظ عليه. اللوحه في لها مفتاح، لوحه الخط اللي تكون متراكبه لها مفتاح، اذا كانت لوحه مستطيله طبعا الخط احنا من اليمين الى اليسار، فتقدر تبلش من اليمين بس تمسك مفتاح اللوحه اول حرفين اول كلمه تبدا تتسلسل، لا تحاول انك انت تشط من كلمه الى كلمه، لان اذا كان خطاط فنان لازم يكون محافظ على هالترتيب. لو كانت اللوحه دائريه مثلا اما يبدا فيها من اسفل الى اعلى او من اعلى الى اسفل، لكن ايضا يحافظ على قضيه الانسياب في الكتابه. انا بقطع كلامك اخوي علي على قصه الخط العربي، يعني ليش الخط العربي نقدر نستمتع فيه كلوحه وبنفس الوقت في رساله غير الخط الاجنبي؟ انت الحين هني دخلت في جانب مهم اللي هو موضوع أن الخط العربي فيه إمكانيات مو موجودة في الخطوط الثانية. نعم. إمكانيات الحرف العربي هي تتلخص في الآتي: أول شيء في عندنا إمكانيات في الليونة والحركة والاستدارات الموجودة. نعم. في تكرار في أنواع الحروف، تجد الخاء والراء، الخاء والجيم والحاء نفس الحروف لكن النقط. نعم. تجد مرات مو بس هذا أيضا، تجد عندنا في الخط العربي في أشياء أكثر اللي هي أنك أنت لما تقدر تكتب تقدر الحرف تغير شكله حسب موقعه في الكلمة. لا علاقة بالزخرفة الإسلامية؟ أنت الخط اللي تقدر تقول له علاقة بشكل مباشر الخط الكوفي،
وللعلم الخط الكوفي من انواع الخطوط اللي اهتم فيها المسلمون او الخطاطين الذي وصل الى درجه انه وصلوا فيما يعني تذكر الكتب الى اكثر من 80 نوع. خط المورق والمشجر والمزهر، وهذه كلها خطوط تدخل فيها الزخرفه بشكل مباشر او غير مباشر، يعني اما يكون متصل بالحرف او تكون ارضيه زخرفيه للخط نفسه. انا بسال الفنان احمد الصالح، انت خطك حلو؟ انا والله خطي يعني مو حلو لكن يقرا. نعم. وهذا يمكن يجرنا إلى الحديث عن بالنسبة للخطوط الآن بالنسبة لجيلنا هذا الموجود. نادر ما تجد أن أحد الطلاب أو حتى الخريجين يعني تجد خطه يعني خط في مستوى تخرجه مثل إذا صح التعبير. وهذا دليل بتهيالي أنه من البداية ما مارس عملية الكتابة على حسب ما هو موجود بالنسبة لأسماء الخطوط. نعم. الرقعة والنسخ والثلث والديوان هذا قابل يحطون. نعم. إياهم. أنا بتهيالي أن اللي درسوا. نعم. لجيلنا الماضي اللي درسوا عند ملا مرشد. نعم. اللي الآن هم الخط اللي هم يملكون الخط الجميل. صحيح. وهو طبعا موهبة بوليد. هي موهبة ولكن في اهتمام يعني. صحيح. احنا قبل كنا في طلاب بالمدرسة. نعم. كان درس قائم بذاته. صحيح. 45 دقيقة لمادة الخط. نعم. كانت يعطونا كراسات فيها خط الثلث وخط الرقعة وخط النسخ. نعم. ها ومرسوم يعني. أيه. تمشي على قواعد سليمة. صحيح. الآن هذه الأمور أعتقد تلاشت ما هي موجودة. الآن حتى بعض الحروف. أيه. أسقطوا منها بعض النقط مثلا التيل مدورة. نعم. والتيل مربوطة الآن النقطتين من وقتها كل ألغوها. أيه. يعني أنا كنت أيام كنت أراجع لأولادي أثناء ما يكتب الواجب أقرأ له. نعم. أشوف هالنقطتين هذين مفقودين. تعتقد دخول الكمبيوتر بعد؟ يا حبيبي ما يصير هذه أساسية. قال يبا الأستاذ ما يعطينا إياها. قلت لا قول حق الأستاذ خلي يعطيك إياها. نعم. نعم. وأنا مستعد أتناقش مع أستاذك هذا. نعم. لأن هذه في فاللي كانوا بالسابق مهتمين بالخط الآن خطوطهم جميلة. وأنا يعني تقريبا لأن أشوف أستاذ الفنان أحمد. لا ما شاء الله وليد. وليد وليد أنا عجبني ما شاء الله معلوماته واهتمامه. يعني في ناس الآن أسماء الخطوط مثلا ما تعرفها. بس أنا بسأل في رابط في أثناء رسم لوحة الحروف هذه في رابط بينك وبين الفنان التشكيلي علشان تعطيني صورة من اللوحة هذه اللي أنا بشاهدها؟ يعني أنا ولله الحمد بشوف عندك يعني مجموعة لوحات وعلى مختلف الأشكال ومختلف الألوان. هل هذه أنت منفرد فيها باختيارك الألوان ولا في لك رابط مع الفنان التشكيلي؟ طبعاً أنا لي لوحاتي الخاصة فيني اللي أنا أستخدم فيها الألوان اللي تناسبني أو اللي تعجبني، لكن اللوحات اغلبها اللي تشوفها هني هذه تجربه من التجارب اللي سويناها هني في بيت لوذان. وهذه الفكره يعني انطلقت من البيت. احنا كنا اساتذه هني ندرس في بيت لوذان، فاشتركنا انا مدرس الخط والزخرفه مع الاستاذ عبد الكريم الغضبان ومدرس الخزف مع الاستاذ ابراهيم حبيب، وكوننا مجموعه اوجدنا ارضيه مشتركه حق الفنانين هذيلا باختلاف مشاربهم واهتماماتهم بان احنا ننتج عمل فني نخرج فيه بالاساس من التصميم والتكوين الى التنفيذ، اختيار الالوان، اختيار المواد اللي نستخدمها، اختيار الخطوط اللي نستخدمها، التكوين بشكل عام. وهذه تعتبر تجربه جديده ومن الاشياء اللي نوجدت هنا في البيت من خلال التعامل بيناتنا احنا والعلاقه اللي صارت بيننا في البيت هنا. انا شاكر لك جدا. والله انا شاكرك يا ابو علي، يعطيك العافيه. حياك الله. مشكور لك الشهر مره ثانيه. وعليكم حياكم الله. مشكور اخ علي. حياك الله استاذ، يا هلا بك، حياكم الله. تفضل يا ابو علي. تفضل.
احنا قربنا على نهايه موعد ديوانيتنا على اساس نلحق على القبقه والسحور، ويمكن انتم شبعتوا من الجوله اللي سويناها، ورجعنا مع الفنان احمد الصالح من عند الخطاط الفنان علي الابداح. ابتدي ان اقول حق الاخ يوسف الشهاب من اليمين مره ثانيه، شنو اللي مر عليك في رمضان ما تنسى؟ مر علي الله يسلمك بالستينات، تونا ذاك اليوم تعلم كذي روسيا، وصيف كان يقولون الربع خروح نلعب كرة، رحنا لعبنا كرة وحنا صايمين، الشمس حارة، كل ابونا دخنا اكو جراج مال البيت يحطون في السيارة داخل، فكل ابونا نمنا تحت الجراج هذا اكو ظل شوية، فنمنا وحنا صايمين داخل عقب الكرة، هذا اللي اذكر يعني. لا ولاعبين كره بالستينات، هل هذا تعقيب ان انت صغير يعني؟ صغير توك على الصيام، ايش رايك وليد؟ اذا هو لعب كره برمضان بالستينات انت حكم كنت وكرة. انا لعبتها برمضان بالخمسينات قولك طاق التلطمون هاي بهالملعب هذا. نبي قولك اللي على زيدان يمسا قلت عنه. لا هي مباراة أنا وشيش في نادي العمال في ملعب الحصن. ايه؟ وين فيها هذا؟ ملعب الحصن. شنو ملعب الحصن؟ وين فيها؟ يوم قراج الغانم. أكو ملعب هني أول؟ ملعب الحصن. اسمه أبو الحصن؟ إيه. حصن أرضية حصن. فش اسمه كنت وقوات عليه قول انا ويا لا انا لاعب انا ويا العمال قول اقشر نادي العمال يا قول اقشر ما شاف اي والقاع مول اي نعم شحت شو اسمه النوره ما شاء الله ما شاء الله انا عقب ما سمعت بوليد قال سالفه قول زيدان بسال اختي مريم الصالح شنو اخر او ذكرى اللي مرت عليك برمضان؟ والله ذكريات وايد بس في ذكرى صارت بالنسبه لي مؤلمه للحين احس شعور بالذنب. مره كنت صغيره يعني حوالي 8 سنين جبت حق امي ناريله معطيني اياها بيت العصفور. اي كنا احنا بالمطبه وهم مو بعيدين عنا فالظهر جايبينها ما ادري من وين ناريل وايد عندهم يوزعون على اليهال. اعطوني ناريله كبيره كذي مع قشورها مو هاي. فرحت قعدت امي مسكينه ظهر نايمه قعدتها قلت لها قومي قشري لي هذه الناريله قالت خليها بعدين انا صايمه ولي قلت لها لا قمت اصيح لك تقشرينها الحين فقيره اخذت الطبر وقعده طق هذا شو اسمه الناريله اللي في اللي عليها مع ضربتها كذي ضربت صبعها الصغير وانشد بالنص مسكين عاد ظل اول يخافون يقول لي راح الدكتور يقص الصبع اي والله ما راحت ما ادري ايش حطوا عليها المهم مسكينه ركضت للحب وشربت ماء نسيت انها هي صايمه مزاق قلبها وانا كل ما اشوف صبح لما يعني توفت وانا اشعر بالذنب اني انا السبب في الشغله هذه سبحان الله اي والله يعني ها كلام الناريله ناريله اي لو افترض ذاك اليوم خسرت صيامها اي ما حسيت بروح على الحب تركض الله يرحمها الله يرحمها استاذ ماجد والله أشوف وايد الواحد مر عليه ذكريات أو حوادث أو سواء كانت مفرحة أو غير مفرحة لكن في أكبر فرحة طبعا فرحناها كلنا يعني على الكويت يوم فرحة التحرير من براثن الغزو وكان مر علينا رمضان وإحنا في مرحلة التحرير فهذه أكبر فرحة شعب أكيد أكيد تفضل أنا أتذكر إحنا صغار فيه عجوز اسمه أم حسين فنجيها على أساس القرقعان وكل ما نجيها تعطينا حفنة هالكثر في القرقعان فيها 50 فلس 100 فلس فنعاود الجاية عليها كل يوم ليه بعد رمضان وإحنا نطق عليها الحين أعتقد الحين لما يجون القرقعان صبيان صغار تكون وياهم خدامتهم لو سمحت بالتليفون مو قرقعان لا لو سمحت عطنا قرقعان فتقول باب بدون لا يغنون نعم بدون غنى على فكره فعلا القرقعان اول طعمه على كاسه الحين فلبينيات الحين هم اللي يغنون على كاسه على كاسه موضوع القرقعان هذا في سهرتي القادمه ان شاء الله وراح يصير في قرقعان وسمير قول لي ايش صار رمضان
ايش طبخت؟ انا لا مو طبخ. لا ايش لا؟ مره في احد الشخصيات يعني من دول خليجيه طلب من النادي ان انا اعالج في عندهم يعني في مستشفى خاص يعني لان كان ما العب انا فدعانا ان اروح فكان وقتها رمضان فالنادي قالوا لي لازم تسافر باشر وحجزنا لك ورحت مع اول طياره اللي كانت تطلع تقريبا قبل الفطور يمكن بساعتين فعلى ما وصلنا هناك فوالله استقبلوني وودوني المكان المخصص البيت فيانا انا ضيف يعني صايم قلت والله الحمد لله انا صايم رحنا حطوا الفطور والله شوربه شربنا الشوربه حاميت مليو مسافر وحطونا عقب الشوربه سمبوسه خلصنا السمبوسه وحطوا لي تمر انا انطر الحين يبون لك الحين يبون لك تقوم صاحب الحمد لله قلت الحمد لله ما كليت الحمد لله بس انا يعني يلا شو نغسل شو ايه غسل قمت غسلت بعد شو اسوي قعد دشيت الغرفه عاد انا وياي واحد من ربع مسافرين احنا اثنين فقعدنا بالغرفه قعدت اطالع قلت له خلاص تقول لي والله الظاهر خلاص قلت له شوف انت انزل تحت طالع عاد البيت حبيت معطينا بيت بروحنا فكل ساعه بطل الباب اديش اروح المطبخ بطل ثلاجتهم كله تمر ولبن اكل تمر اشرب لبن اكل تمر. طلعنا برا عزمونا ودونا مكان ثاني قهوه وتمر ورحنا اول مكان ثاني مكان تمر وقهوه ثالث مكان تمر وقهوه زين صاحبي طالعني تمر زين حق الركب لا زين يقول لي اركب ركب ورميت كذا ما قمت اكل تمر ومكان لمكان كله تمر اخر شيء بطيت ابوي طال عمرك انا بقول لك سؤال انتم ما تاكلون تقول ليش تقول متى انا تمر تفختنا بناكل واعي تقول ان شاء الله تالي الليل وفعلا لما صار الليل حطوا لنا اكل عجيب وغريب يعني فبس هاي الاشياء المقبلات فطلع انه في مكان هم يتسحرون بس ما يتفطرون بس احنا حسيت انه كمغلب يعني مثل ما صار بالنسبه لي سبحان الله سبحان الله وسمير سعيد ومحمد والعربي وسمير سعيد هو اللي انقذ العربي سمير سعيد انقذ العربي صد ثلاث جزاء من خمس ثلاث جزاء من خمس صدهم سمير سعيد ليفوز العربي بكاس حضرة صاحب السمو والله رمضان يذكرني يعني بذكرى حزينه احنا هذا رمضان السابع علينا تقريبا ونحن نفتقد الكثير من أبنائنا اللي ما زالوا يقبعون في السجون العراقية. يعني الواحد حالاته مع أهله مع أحبائه مع أبنائه مع أخوانه لكن الواحد شو نقول يا حيل الله والله كريم إن شاء الله والله إن شاء الله. الله يفوز. الله يفوز. هذه هي يعني الذكرى دائما نذكرها في كل مرة. مع كريم. أي والله إحنا أعزائي المشاهدين ادعوا معانا اللي اللهم فقد قيد أسرانا ويرحم شهدائنا الأبرار. آمين. وكرر الدعاء واصل الدعاء. أي والله. أي والله وترى أهل الكويت كلهم قلب واحد ويدعون كلهم قلب واحد فادعوا معانا أعزائي المشاهدين ومشكورين. مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير. سمعتوا مني من قبل الحزاوي، اليوم بقول لكم سالفة. كان في ثلاث شناين قاعدين بغرفة ويسولفون مع بعض وما يدرون ان ريايلهم قاعدين بالدار الثانية يسمعون. فواحدة منهم قالت يلا مشوا خل نتمنى، كل واحدة خل تقول شو تتمنى في حياتها. فأول واحدة قالت أنا اشتهي واتمنى مرضات ويه الله وسلامة مهنة وطار شنييني معنا يقول باكر زملة الأحباب يلفون ومهنة هذا هو أخوها والأحباب هم أهلها لأن أهلها عايشين بعيد عنها في ديرة ثانية وتتمنى أنها تشوفهم. قالت الثانية أنا اشتهي وتمنى جلاتن حمرة وراس من يعد وحية اليمعة وفي حضني ولد، يعني تبي مشتهية بقمة ذهب ومشتهية يكون عندها شعر طويل جعود ومشتهية أنها تحج حجة اليمعة وأن الله يرزقها ولد. يا دور الثالثة قالوا لها أنت شو تتمنين؟ قالت أنا اشتهي واتمنى
كتلة أمه ولا في الحوش أحد، يعني تبي تطق أم ريلها بس ما يكون أكو أحد في البيت. فطبعا سمعها ريلها الظاهر أن خالتهم ومأذيتهم مثل عادة قبل سوالف الخالات والشناين، فسمعها ريلها وطقها مثل ما بغت تطق أمه. الأولى طرش على أهلها يجون يزورونها وعلى أخوها مهنة، والثانية شرالها جلادة الذهب وطلب من الله يعطيها الشعر الطويل ويعطيها الولد. ويوم صارت حجة اليمعة حججها وحجوا وياها، وسلامتكم وما تقصرون وحياكم الله. Thank you.